السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إذن إلى هذه الحلقة من لقاءات. يعد إدخال منتج سحابة المعلومات طفرة ونجاحا كبيرا لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، وهو المنتج الذي يعتمد على قاعدة البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من وحدات الإنذار المبكر وأجهزة الرصد الأوتوماتيكي وصور الأقمار الصناعية بغية تحليلها، وهي واحدة من الطفرات الإلكترونية الحديثة التي اعتمدها المشروع، وذلك لتوفير المعلومات عن التأثيرات التي تركها تغير المناخ، سواء في قضايا التغيرات الموسمية كالجفاف وارتفاع درجات الحرارة ونسب هطول الأمطار وتوزيعها والفيضانات والسيول والتغيرات للظواهر العالمية. فما هي سحابة المعلومات من حيث المصطلح؟ وما الذي حققته سحابة المعلومات منذ استجلابها وحتى الآن؟ وما هي الأهداف التي ترمي سحابة المعلومات لتحقيقها؟ وكيف يتم تنزيل المعلومات على سحابة المعلومات؟ وما هي العقبات والتحديات التي تعترض عمل السحابة؟ وما مدى انتشار سحابة المعلومات وتغطيتها الجغرافية؟ وهل من الممكن تعميم التجربة على بقية ولايات السودان؟ وما هي الوسائل والآليات التي يتم بها نشر وتوزيع المعلومات على المستهدفين للاستفادة منها، سواء في مراقبة التنبؤات والمحاصيل وفي مجال المراعي؟ إذن مشاهدينا، نسعد جدا أن نتحدث اليوم في هذا الموضوع، سحابة المعلومات هو المشروع الذي أدخله مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. بداية أرحب بضيوف الكرام، البروفيسور أمنة أحمد حامد، وهي الخبير في مجال الاستشعار عن بعد والإنذار المبكر. أهلا بك بروف أمنة. أهلا مرحبا، مساء الخير. كما أرحب كذلك بضيفي الدكتور الطيب سعيد غناوة، وهو الخبير في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. أهلا بك دكتور الطيب. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. إذن موضوعنا اليوم في هذه الحلقة من لقاءات نتحدث عن سحابة المعلومات في إطار هذه الحلقات التي نقدم فيها تجربة تمويل مشروع التصدي لمخاطر المناخ. قبل أن نبدأ الحوار مباشرة مع ضيوفنا الكرام مشاهدي الأعزاء، نتابع هذا التقرير ثم نعود. في إطار سعيه الدؤوب لإنفاذ أهدافه وغاياته المختلفة، اهتم مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ ببناء قدرات المؤسسات ذات الصلة بالتنبؤات ومراقبة الأحوال الجوية، وذلك عبر إدخال العديد من المنتجات بغرض زيادة مرونة المجتمعات الهشة المتأثرة بالتغيرات المناخية في السودان. من أبرز ما قام المشروع بإدخاله من منتجات حديثة منتج سحابة المعلومات. هذه التقنية التي تتيح خدمة التبادل السريع للمعلومات بين شركاء المشروع. سحابة المعلومات التي نحن بصدد اليوم في هذه الورشة مسألة في غاية من الأهمية. تتيح هذه الوسيلة التقنية تبادل سريع جدا لشركاء المشروع لتقديم للخدمات مهمة جدا بالنسبة للمزارعين، تتمثل في خدمات الأرصاد الجوية، معلومات الطقس والمناخ وهي هامة جدا للزراعة ولعملية الرعي، البحوث الزراعية، التقانات الزراعية والرعوية، وأيضا معلومات الاستشعار عن بعد أيضا هي مهمة لعملية التأمين والتمويل. فجميع شركاء المشروع حتى صغار المزارعين والرعاة يقدموا المعلومات من الحقل بصورة مباشرة في سحابة تمكن جميع الشركاء من التواصل اليومي وللوصول لمؤسسات قادرة على إتمام المراقبة الجوية ومراقبة الطقس عبر سحابة المعلومات بغرض إنشاء قاعدة بيانات مهمة للشركاء. عمل المشروع على تنظيم العديد من الورش المتخصصة لكسب مهارات للدارسين تمكنهم من التعامل مع سحابة المعلومات. هذه الورشة تأتي في إطار تقوية المؤسسات من ناحية المراقبة الجوية ومراقبة الطقس عبر سحابة المعلومات، ويمكن هي إنشاء قاعدة بيانات مهمة جدا لشركاء المشروع لتوفير المعلومات المتعلقة بالتمويل والتقانات والإرصاد الجوي والاستشعار عن بعد وأيضا الإنذار المبكر، لتتاح المعلومة بطريقة مبسطة لصغار المزارعين وصغار الرعاة. إن المشروع بعد أن قام بنشر 8 وحدات للإنذار المبكر ب6 ولايات، و2 منها على مستوى المركز، و202 من وحدات قياس الأمطار،
و25 محطة للرصد الأوتوماتيكي، يكون بذلك قد وضع أرضية ترفد سحابة المعلومات بالبيانات المطلوبة بعد جمعها وتحليلها ليتم توزيعها وتبادلها بطريقة مبسطة لأصحاب المصلحة من صغار المزارعين والرعاة. أهلا بكم إذن مشاهدينا من جديد. بعد هذا التقرير نتوجه مباشرة إلى ضيوفنا. أبدأ معك دكتور الطيب سعيد فيما يتعلق، وبعد أن استمعنا إلى هذا التقرير، أهمية قواعد البيانات بصورة عامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البدء بشكرك كثير على استضافتك لنا في هذه الأمسية الطيبة. والبيانات هي تتقسم لنوعين من أنواع البيانات: البيانات المكانية والبيانات غير المكانية. ونحن اليوم بصدد الحديث عن البيانات المكانية. تكتسب البيانات المكانية أهمية قصوى وأهمية كبيرة جدا، لأنها بتتيح لنا يعني كم هائل من المعلومات بتتوفر. البيانات اللي لها علاقة بالزراعة، بيانات اللي لها علاقة بالمياه، بيانات اللي لها علاقة بالبيئة، بيانات الإرصاد، وكثير من البيانات الأخرى. فكلما كانت هذه البيانات متوفرة بشكل دقيق وشكل مترابط ومتجانس مع بعضها البعض، كلما أتيحت إنك أنت تقدر تتخذ القرار بشكل السليم والشكل المضبوط. نعم. بطريقة طيبة. طيب، معنى ذلك إنه أي مشروع، هذا عمل طبيعي، أي مشروع من المشروعات التي تعمل في مجالات التنمية الشاملة لابد لها أن تكون لها قاعدة من البيانات بالأساس قبل انطلاقة المشروع. يعني متى نبدأ في الحصول على قاعدة بيانات؟ عادة يعني في السابق يعني كل المشاريع في السودان متواجهة مشكلة كبيرة جدا، إنه الاهتمام بالبيانات وتبويبها يتم بصورة ضعيفة جدا. لماذا برأيك؟ لأنه في السابق دائما البيانات بتكون مبحثرة. مبحثرة بمعنى إن مبحثرة بين شركاء المشروع. فنظام الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية واحد من الأنظمة المهمة جدا، بتيح إنك أنت تقدر تكامل هذه البيانات بشكل سلس وبشكل مبسط وبشكل سهل. فهذه يعني تعتبر ميزة تفضيلية وميزة يعني مهمة جدا في إنه هذا النظام يعني أتاح لنا يعني ميزات ممتازة. يعني نعم. طيب، تجربة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ فيما يتعلق بجمعه للبيانات المختلفة قبل أن يبدأ في أي مشروع. المشروع التصدي لمخاطر المناخ هو يعني يحتوي على مجموعة من الشركاء، اللي هو الإرصاد الجوي ووزارة الري ووزارة الزراعة والاستشعار، هيئة الاستشعار عن بعد. فتلاحظ إنه هذه البيانات مختلفة في النوع وفي الطبيعة بتاعتها. فإذن بنحتاج لنظام يعمل على ربط هذه البيانات من مصادر المختلفة. نعم. وهذه الميزة يعني نكاد نجدها في كل المشاريع التنموية المختلفة في السودان يعني. نعم. وفي العالم. طيب، ممتاز. أنا سأعود إليك لأفهم فيما يتعلق بالبيانات نفسها، هل هي تجمع للتحليل من أجل التخطيط أم من أجل أن تكون لدينا، لابد من تكون هذه القاعدة حتى نبدأ في بداية أي مشروع من المشاريع المختلفة؟ أنا سأعود إليك إن شاء الله في هذه النقطة لنعرف كذلك منك البيانات غير المكانية، طالما تحدثنا عن البيانات المكانية. بروف أمنا، فيما يتعلق بأهمية قواعد البيانات، أنت خبيرة في هذا المجال، يعني أهمية أن توجد قاعدة بيانات قبل بداية أي مشروع من المشاريع. الشكر أجزلو على هذه الاستضافة الكريمة. وحقيقة من المهم جدا أن تكون هناك معلومات كما ذكر الدكتور الطيب مكانية، والبيئة كما يعلم الجميع إنها قاسم مشترك. نعم. في كل عمل تخطيطي تنموي ومهم جدا أن تتكامل المعلومات عن كل الجوانب المهتمة بالعمل التنموي. فلا تنفصل في هذه الحالة الزراعة عن الموارد المائية، عن معلومات الأرصاد الجوية، وكل هذه المعلومات
والبنيات الأساسية يجب أن تكون موجودة في على كافة المستويات. لا يمكن أن نبدأ أي عمل حقيقي وذو مردود إيجابي ما لم نتمكن من رؤية شاملة لكل ما لدينا. فبالتالي تنبع من هنا أهمية هذه المعلومات، وإذا لم تكن موجودة يجب أن نوجدها ونضعها بالصورة التي تضمن تكامل وتناسقها. حقيقة النهج السابق أي مؤسسة تعمل منفردة وتجمع معلومات خاصة بها ومحدودة لا تنظر إلى المعلومات الأخرى، ولكن كما نعلم دائما التخطيط يكون منغوص لأن المعلومات غير مكتملة، فمهمة جدا أنها تكون موجودة متوفرة ومتاحة، لأنه في أغلب المرات تكون المعلومات وجدت بأحد المؤسسات بإحدى المؤسسات لكنها ليست متاحة رغم أنها ملك للدولة، لكن المؤسسات تحتكرها، وبالتالي لا يمكن أن تستطيع أن تبني بناء سليم تخطيط سليم ما لم تكتمل الرؤية. ومن هنا تنبع أهمية تكامل هذه المعلومات وربطها الجيد ووضعها في معون أو وعاء يستوعب كل الاختلافات ويسهل التداول. نعم. وهذا هو النهج الحالي. نعم، كلام جميل. بروفامنا كذلك فيما يتعلق بالتجربة، أيضا تجربة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ فيما يتعلق باعتماده في الولايات. طبعا هو عمل في 6 ولايات. نعم. من ولايات السودان في التجربة الأولى لتنفيذ هذا المشروع. كيف تنظر إلى ما اعتمد عليه المشروع من قاعدة للبيانات وهو يتحرك لتقديم منتجاته المختلفة؟ حقيقة هذه كانت يعني خطوة ممتازة للغاية ونهج سليم، لأنه حقيقة 6 ولايات كل ولاية لها خصوصية، والسودان به تباين في النظم الأكولوجية وله اختلافات كبيرة في المناخات، وبالتالي من المهم جدا أن يضع هذا في الاعتبار ويبدأ المشروع بداية سليمة بجمع هذه المعلومات ووضعها في معون واحد كما ذكرنا، لكي تكتمل الرؤية في كيفية التعامل مع المستفيدين وأصحاب المصلحة. نعم. فنهج هذا المشروع يعني نتمنى أن تحزو كل المؤسسات هذا النهج، أن تكامل معلوماتها بعدك تبدأ عليها. نعم. العمل. نعم دكتور. طيب تابعت معنا هذا الحديث الذي تفضل به بروفامنا. الله يبارك فيك. فيما يتعلق بقاعدة البيانات غير المكانية، هل هي برضا مهمة لابد أن نحتاج إليها، بمعنى إن هي كذلك تساعد في التخطيط وفي تنفيذ هذه المشروعات؟ أنا في البداية ذكرت إنه يعني هناك نوعان من أنواع البيانات، معلومات مكانية ومعلومات غير مكانية. فهذه الأنواع المختلفة من البيانات لا تنفصل عن بعضها البعض بأي شكل من الأشكال. بمعنى إنك لما تقول معلومات مكانية حددت الموقع الجغرافي لهذه المعلومة. فمثلا بمكان محدد. فمثلا إذا كان نتحدث عن مشروع محدد من المشاريع الزراعية في السودان وفي رقعة محددة من هذا في داخل المشروع، بمعنى إنك أنت حددت الموقع الجغرافي بالحدود الجغرافية بخطي الطول والعرض. نعم. ليه نحن دائما بنذكر المعلومة بأنها مكانية؟ يسهل التعامل معها في الأنظمة المكانية الجغرافية. ومن هنا جاءت الأهمية بتاعت استخدام النظام بتاع الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. فنحاول ببساطة كده أن نميز بين الثلاثة مصطلحات اللي هي نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ونظام تحديد المواقع العالمي فيما يعرف بالجي بي إس. فنجد أنه المعلومات تجمع بإما يعني إنك أنت تمشي إلى المنطقة المستهدفة بالدراسة وتقوم بأخذ هذه البيانات والمعلومات وتقوم بعملية التبويب، ويمكن حاليا أن تسجل في نظام الجي بي إس فيما يعرف بنظام الجي بي إس، ويمكن أن تتحصل عليها بطريقة حاليا سهلة وبسيطة ورخيصة
اللي هو في نظام الصور الفضائية والصور الجوية طريقة الأقمار الصناعية. نعم الأقمار الصناعية. وأصبحت حاليا يعني في أنظمة برضو مهمة جدا فيما يعرف بالطائرات السيارة أو الدرون. ودي واحد برضو من الأنظمة اللي بيساعد كثير جدا في مجال التقاط الصور اللي بتستخدم في المياه وفي الزراعة وفي غيره. فهذه الأنظمة والبيانات دي المتحصل عليها عن طريق الساتلايتس او عن طريق الجي بي اس انت بتقوم بادخاله في نظم المعلومات الجغرافيه فيما يعرف بالجي اي اس. بعد ذاك بتتم بعمليه ادارتها وتبويبها ومراقبتها وتحليلها ونمزجتها. فهو اذا هو النظام الشامل اللي انت من خلاله انت بتقدر تتعامل مع هذه البيانات بكل سهوله، واكتسب اهميه كبيره جدا في الفتره الاخيره، لانه يعني اصبح اي معلومه غير مرتبطة بالمكان معلومة ناقصة. فمن هنا يعني في خلال العشر سنوات الماضية حصل تطور كبير جدا في النظام، وأصبح يعني واحد من الأنظمة المهمة جدا بيدخل في كل القطاعات زي ما ذكرنا. وحاليا يعني في السودان أصبح يعني تطبيقه برضو بصورة كبيرة جدا. يعني من قبل السودان كان وضعه كيف في هذا الجانب؟ السودان يعني دكتور آمنة يعني أدرى تماما بأنه يعني السودان كان سباق منذ سنة 78. يعني أول خبراء هم اشتغلوا في النظام بتاع اللانسات اللي هو النظام الأمريكي هم خبراء سودانيين، وكانوا يعني سباقين في انه هم اسسوا اللي هو مركز بتاع الاستشعار عن بعد فيما يعرف الان بالهيئه الاستشعار عن بعد. نعم. فيعني هو يعني نظام قديم جدا يعني ما في تم تطويره؟ تطور بشكل كبير جدا كبير. بدليل انه حاليا يعني احنا يعني نمتلك يعني خريجين للبكالوريوس من جامعه الخرطوم في كليه علوم الجغرافيا والبيئه، وفي جامعه المستقبل في جيوفورماتكس، وفي كليات مختلفه من وجامعات مختلفه من السودان. واصبحوا يعني نحن مضعفين في التنبؤ الان؟ لا خالص مضعفين بالعكس، ويعني لنا اكثر من 15 سنه او 13 سنه بالضبط يعني في خريجين كثيرين برضو في الماجستير والدكتوراه، والحمد لله يعني سوق العمل يعني اصبح في واعد. نعم بروفامنا فيما يتعلق بهذه التجربه، تجربه الاستشعار من بعد وكذلك الاعتماد فيها على الحصول على المعلومات المطلوبه لاي مشروع. حقيقه كما ذكر الدكتور الطيب بدات التجربه من الثمانينات القرن الماضي، وكان السودان من الدول اللي بدأت حتى في مواضيع متقدمة في كيفية الإحصاء الزراعي باستخدام هذه التقانات. لكن في فترة من الفترات حقيقة تعثر العمل قليلا، لكن كانت هناك يعني اجتهادات كبيرة جدا، والسودان يعني من الدول الرائدة. ومن خلال التجارب وحقيقة لأنه المركز القومي للاستشعار عن بعد الهيئة الحالية يعني شق بحثي، بالتالي ما الخدمات ما قدمت لأنه هو ما بيقدم الخدمة، إنما بيجري بحوث، وحقيقة بحوث متميزة أجريت في كل المجالات على الجهات المعنية بالتطبيق أن تأخذ هذه وتطبقها لينداح ولتتم الفائدة. كما ذكر الدكتور عدد كبير جدا من خريجي الماجستير كبير جدا بداخل السودان وخارجه، والدكتوراه حاليا، وبحوث يعني غطت مجالات الموارد الطبيعية وموارد حتى الأمراض وتوزيع الجغرافي. فالخبرة موجودة، بس عاقة السودان الإمكانات اللي بتمكنه من أنه يغطي هذا القطر الواسع. نعم. فعمل الجانب البحثي فيه حتى في الجامعات ممتاز وجيد، لكن الجهات الفنية المفروض تطبق وتنشر هذه التقنيات ما زالت تحتاج إلى يعني دعم لينتشر وينداح بصورة أفضل. جميل. طيب أنا أتوجه للدكتور الطيب سعيد غناوة فيما يتعلق بالمصطلح الجديد أو المنتج الجديد الذي أدخله مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، وهو سحابة المعلومات.
ما الذي نعنيه حينما يتبادر إلى الذهن يعني بهذا المصطلح للمشاهد؟ ونحن نبسط طبعا أيضا المعلومات حتى يستفيد منها المستهدفين بهذه المعلومات. سحابة المعلومات ما الذي نعني به؟ يعني في كثير من الأحيان هذا المصطلح يعني يخلق كثير من الربك. نعم. مصطلح بسيط جدا. هو حديث طبعا مصطلح حديث. هو نعم حديث. بمعنى إنك أنت عندك معلومة عاوز تستخدم هذه المعلومة وتشارك هذه المعلومة. نعم. بمعنى إنك هذه المعلومة تتحرك من الموقع الموجودة فيه تمشي لجهة ما عشان الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى يقدروا شنو يتشاركوا هذه البيانات والمعلومات. نعم. فسحابة المعلومات هو في النهاية يعني عبارة عن يعني إنترنت بيز. نعم. هو النظام يعني بتاع إنترنت عادي من خلاله أنت بتقدر تتحصل على البيانات والمعلومات بطريقة سهلة. بمعنى إنه البيانات الموجودة في هيئة الاستشعار عن بعد والبيانات الموجودة في وزارة الري فيما يخص الفيضانات والإنذارات المبكرة وبيانات الإرصادات الجوية وبيانات تقنيات الزراعة وبيانات التأمين والتمويل. نعم. كل هذه البيانات حتى الثروة الحيوانية برضو والثروة الحيوانية وإدارة المراعي والعلف. نعم. فنلاحظ أن هذه البيانات يعني مبعثرة بين الجهات المشتركة في داخل مشروع التصدي لمخاطر المراح. ودي عموما يعني السمة القالبة في كل المشاريع الموجودة. نعم. في السودان. السودان إنه بتجد فيها مجموعة من الشركاء مع بعض. يعني في جهات أدخلتها قبل ذلك ولا التجربة من حيث التطبيق في التجربة في مشروع التمويل؟ التجربة هي تجربة جديدة. نعم. والحمد لله نحن وفقنا فيها بشكل كبير جدا. أيضا يعني المشروع بدأ في العام 2014. نعم. هي بدأت منذ بداية المشروع ولا تأخرت كثيرا. هي لأنه أنت لما تتكلم عن بيانات ومعلومات يفترض أنك أنت هي تكون شنو الأساس. فكلما كان البداية في البيانات والمعلومات يعني هو كان أولي كلما كان نجاح المشروع بيكون سهل. نعم. ليه؟ لأنه أنت أتحت القاعدة الأساسية للبيانات وأتحت القاعدة تحت البيانات المنتجة. فكلما كانت هذه البيانات أنتجت يعني في بداية المشروع كلما كان يعني بتكون بشكل سهل وسريع. نعم. فإيه نعني بسحابة المعلومات؟ هو نظام بتاع إنترنت عادي. فيه شبكات موصلة. فيه شبكة موصل. ما يميزه وهذه النقطة الجوهرية فيما يعرف بقاعدة المعلومات المكانية. فالإنترنت اللي هي التغذية عرض هذه البيانات والمعلومات يتم من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية. فالسيرفر المخدم الموجود عندنا في داخل المشروع هو مزود بنظام معلومات جغرافي بيتيح إنه كل هذه البيانات يتم الحصول عليها يتم الحصول عليها مكانيا. نعم. أو الأقمار الصناعية أو الأقمار الصناعية وأي نوع من محطات الرصد المختلفة. نعم. فهذه البيانات يعني يتم التعامل معها بسهولة جدا من خلال سحابة المعلومات وأصبح يعني لكل الشركاء إنه يتبادلوها بكل سهولة ويسر ويتم الحصول عليها ممتاز. أشكرك جدا. إذن أنا سعود أيضا للبروف آمنة فيما يتعلق بهذا المصطلح من حيث أنه خدمة مميزة أدخلها المشروع الآن كما تفضل الدكتور الطيب غناوة. لكن لدينا فاصل قصير سنعود إليكم بمشيئة الله بعد هذا الفاصل. مشاهدي الأعزاء تفضلوا بالبقاء معنا، سنعود إليكم بعد قليل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نحن معكم في هذه الحلقة من لقاءات حول موضوع سحابة المعلومات بناء على تجربة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ مع ضيوف الكرام البروفيسور آمنة أحمد حامد وكذلك الدكتور الطيب سعيد غناوة. أتوجه إليك يا بروف، أنت استمعتي إلى ما تفضل به دكتور غناوة فيما يتعلق بهذا المصطلح الجديد، التجربة من حيث هي التي أدخلها مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، ما الذي تقوليه في سحابة المعلومات؟ وأنت تحدثتي قبل قليل بأنه نحن لنا باع فيما يتعلق بالعمل في الرصد المختلفة، الاستشعار عن بعد، والجهد الذي قدم منذ الثمانينات مرورا بالهيئة الحالية، لكن من حيث التجربة، تجربة سحابة المعلومات وتعريف هذا المصطلح تبسيطا. حقيقة أنا أحب أبدأ بأنه هي واحد من ثلاثة مرتكزات رئيسية لهذا المشروع. نعم. أولا المشروع الهدف النهائي أنه خدمة أصحاب المصلحة والمستفيدين من رعاة ومزارعين وشركات تأمين وتمويل. فثلاثة وحدات، الوحدة الأولى في هذا المشروع أنه يجب أن تكون هناك معلومات وافية كافية تم جمعها لتعيين هؤلاء المعنيين بالأمر، وهذه جمعت كما ذكر دكتور طيب من مصادر مختلفة. تم جمعها سواء من أجهزة الأرصاد الجوية أو أجهزة الاستشعار عن بعد أو أجهزة خاصة بالري أو أجهزة خاصة بالزراعة. هذه وحدة متكاملة أولى. الوحدة الثانية هي منظومة متكاملة لتحليل هذه البيانات، وكلها تعتمد على تحليل بواسطة تقنيات منظومة المعلومات الجغرافية، وقد ذكر ذلك دكتور طيب. فنحن نجمع، نراغب ونجمع معلومات من خلال نظم الاستشعار عن بعد وخلافه، نحللها في إطار نظام معلومات جغرافي، نضعها بهذا النظام وبهذه الصورة في بوابة سحابة المعلومات. نعم. اللي هي أصلا عندها مبنية على نظام جايس، نظام نظم معلومات جغرافية، وتتميز بأنها مركزية وبأنها تتيح توزيع فوري ونشر على نطاق واسع جدا من خلال الانترنت. نعم. فهذا هو طيب. الربط المميز الجديد في رؤية هذا المشروع. طيب التجربة انت رايك فيها شنو من حيث هي؟ نعم نعم. الذي قدمته. نعم. التجربة حقيقة اتاحت يعني ربط هذه المعلومات بصورة جيدة جدا غير مسبوقة. وانا ذكرت في البداية انه كل مؤسسة كانت تعمل منفردة وتخرج منتج، حتى الأرصاد الجوية لديها منتج، ولكن الآن هذا المنتج في داخل سحابة المعلومات. نعم. مع منتج آخر من هيئة الاستشعار عن بعد مبني على صور أقمار صناعية، مع منتج آخر أنتجت وزارة الزراعة من خلال عمل ميداني. نعم. مع منتج رابع أنتجت الكوميونيتي المجتمعات المحلية. فهذه هي تجربة يعني نحن نشكر للمشروع أنه يعني أدخله وأصبح من السهل جدا، ويمكن أن تعمم أكيد على بقية المشروعات المختلفة. يعني نتمنى أن تتبنى الدولة هذا الموضوع وتعممه، وبالتالي تتيح هذه المعلومات لكل الشركاء أولا ولكل شخص ممكن يستفيد منها. نعم. وحقيقة المعلومة إذا تمت إتاحتها حقيقة تعزز بمعلومة أخرى وتجود. نعم تمام، أشكرك جدا بروف آمنة. دكتور طيب، من الذي يشغل سحابة المعلومات؟ من الذي يغذي السحابة بالمعلومات؟ وهل هي متاحة للشركاء فقط؟ بمعنى أنه إذا كان أنا مربوط مثلا بشركاء محددين، أنا أوفر المعلومة لهذه الشركاء أم أنني سأتيح هذه المعلومة للكافة؟ مكونات هذه السحابة هي عبارة عن هاردوير موجود في المجلس الأعلى للبيئة، وهناك برمجيات في داخل
هذا الهاردوير بتتمثل في أنواع مختلفة من البرمجيات. الجزء المهم بالنسبة لنا نحن في إدارة المشروع كانت اللي هو البني آدم. فكان الكادر البشري. فكان هناك اهتمام كبير جدا برفع القدرات والمهارات لشركاء المشروع من الإدارات المختلفة وتنمية المهارات العلمية والفنية وطريقة إدخال البيانات. فكان هناك تدريب. نعم بالضبط. كان هناك حوالي 6 دورات تدريبية متخصصة تدرب من خلالها ما لا يقل عن 140 دارس. نعم 140 دارس من مختلف 6 ولايات بالإضافة للمؤسسات المعنية في الخرطوم هنا. ودربناهم تدريب كان متواصل وتملكوا كل المهارات المهمة في طريقة إدارة هذه السحابة وكيفية إدخال هذه البيانات. أجاوب على الشق الثاني إنه هذه السحابة متاحة لكل الشركاء ولكل الشركة. العامة مع بعض الضوابط. بمعنى إنه المعلومات اللي بتكون بتخص الإرصاد الجهة المنتجة لهذه المعلومات هيئة الإرصاد الجوية. هي بالتالي المعلومات ملكها. هي المعلومات ملكها وهي من تحدد ان يعني تحتها لمنو يعني في نظام بتاع اشتراك يعني تتوصل لي الخدمه اذا انا طلبت انا احد المشتركين مثلا مثل وزاره الثروه الحيوانيه او الجهات المختصه بالثروه الحيوانيه في الولايات المختلفه، الري والموارد المائيه، المكاتب الفرعيه في الولايات. يعني كل هذه كل في اشتراك في الخدمه؟ لا يوجد اشتراك. كل هذه المعلومات هي حتى في الارصاد الجويه مثلا هي معلومات فري يعني مجانا ومتاحه للكل. من خلال المشروع نحن يعني سهلنا عملية الحصول على هذه البيانات والمعلومات. وفي معلومات أيضا منتجة في هيئة الاستشعار عن بعد تدوها الناس شنو هاردويرك ولا تدوها لهم صفتك؟ والله إن نحن بننتجها على حسب الجهة إنها تكون معلومة بسيطة ومقروءة وسهلة الاستخدام بحيث إنها ما تكون معلومة معقدة. نعم بحيث انه يعني انت مبسطة. مبسطه تماما لانه المستفيد هو في النهايه المزارع البسيط من العوام قد يكون عام امي بالضبط قد يكون امي. يعني انت مثلا عاوز تدي معلومه عن الارصاد انه والله معدل الامطار في اليوم الفلاني كده ومن خلال الوحده بتاعه الانذار المبكر هذه المعلومه تكون تصل على ابسط ما يكون وانها تكون معلومه مفيده وقيمه. نعم. ما يميز السحابه انها بتتيح الحصول على المعلومة بكل سهولة. وحاليا نحن في مرحلة ربط هذه سحابة المعلومات مع نظام الجوال الموبايل. طبعا الجهاز ملك عدد من المستفيدين. نعم. الستيك هولدرز في عدد من الولايات هذه الأجهزة. ففي أبليكيشن هينتج في خلال الشهر لم ينتج بعد. في جزء من التطبيق هو اوريدي يعني موجود وشغال بكل كفاءة عالية جدا انه المعلومات من الحقل او من المنتج بتجي للسحابة بكل سهولة وبتحصل عليها شركاء المشروع. طيب تجي شكلها كيف يا دكتور؟ رسائل شكل رسائل هي ولا شكل بتجي في شكل مبسط في شكل بتاع رسائل اس ام اس؟ نعم. وفي بعض الاسئله وفي بعض المعلومات هي بتكون عباره عن شنو؟ انذارات. بمعنى انه وحده الانذار المبكر اذا كان مثلا في اصابه ببعض الامراض هي برضه بترسل عن طريق وحده الانذار المبكر وترسل الى السحابة المعلومات لان الناس يعني متخذين القرار عشان هم يعني يكون في استجابة. طيب انا ساعود لك عشان اعرف مدى التغطية الجغرافية طالما انه تحدثنا عن البيانات المكانية نفسها يعني. نعم. التغطية الجغرافية بمعنى انه انت قد لا تستطيع انك توزع كميات ضخمة جدا من الموبايلز لانها هي مكلفة ايضا بلس انها هي ايضا بتكون يعني قد لا تغطي في مناطق مثلا فيها ما فيها شبكه حتى عشان تصل. نعم. تصل هذه البيانات. انا سعود اليك ان شاء الله في هذا الموضوع لكن اتوجه الى البروف امن احمد حامد فيما يتعلق بتنزيل المعلومات. بروف امنه
إيصال هذه المعلومات للشرائح المستهدفة. وفي الغالب يعني في الغالب إنه صغار المزارعين والرعاة أحيانا بيكونوا هم ذات ما عندهم وقت عشان يلقوا رسائل ويقروها بشكل منتظم، أو هو يحافظ على إنه والله جهازه ده يكون يعمل خلال فترات مختلفة، هو دائما بيلقى يحصل على هذه المعلومات. تنزيل المعلومات للفئات المستهدفة حتى يضمن المشروع أنه استطاع أن يوصل معلوماته للأشخاص المستهدفين بهذه المعلومات. حقيقة المشروع يعني أنشأ هذه الوحدات، وحدات إنذار مبكر على مستوى المركز ومستوى الولاية، وكون لجان. هي اللجان يعني مهمتها الأساسية إنها تساعد عبر هذه الوحدات على توصيل المعلومة للمجتمعات، وعلى مستوى المجتمعات كون أيضا لجان على مستوى المجتمع. إذا نظرنا إلى المستوى الأول والأعلى لهذه الوحدات اللي هي على مستوى المركز، في المؤسسات الرئيسة المهتمة بالأربعة أنواع من المعلومات يعني عشان تصل لمساعدة المزارع أو الراعي. والأربعة جهات المسؤولة هي الأرصاد الجوية طبعا، أمطار وحرارة، الوزارة الموارد المائية، ودي بتهتم بوجود المياه السطحية والمياه طبعا حاليا هم شغالين في المياه النيلية والإنذار المبكر فيما يلي ذلك، ووزارة الزراعة الثروة الحيوانية والمراعي. وزارة الزراعة بتهتم بالمحاصيل والآفات وخلافه، والثروة الحيوانية إدارة المراعي والعلف، إدارة المراعي والعلف، وفي الشق غير العلف برضو الشق الحيوان والإنتاج الحيواني. والجزئية الثالثة اللي دخلتها يعني التقانة بصورة أعظم هي هيئة الاستشعار عن بعد، والمجموعات دي كلها على المستوى المركزي عندها لجنة تسمى لجنة الإنذار المبكر. مهمتها الأساسية مراقبة الأداء في الوحدات وضمان إنتاج منتج. طبعا كل المنتجات دي تتبني حقيقة على مؤشرات، يعني تتم مراقبة هذه المؤشرات وتترجم للتوقعات، إما محصول جيد كمثال أو محصول هيكون سيء لأنه في جفاف. نعم. السؤال هنا عن التفاعل، عن التفاعل، عن التفاعل بمعنى، نعم، بمعنى إنه أنا إذا وصلت رسالة أنا عاوزة أصل للمستوى الثاني. المستوى الثاني، المستوى الثاني هو يعني ده المستوى الأول المركز. نعم. المستوى الثاني الولاية، الولاية فيها وحدة بنفس التخصصات وتخصصات تزيد على هذه بالمجموعة التمويل والتأمين، وفيها ممثلين برضو للمحليات. هذه المجموعة تستفيد من هذه المعلومات لأنها تأتيها من خلال سحابة المعلومات ومن خلال المركز، وعليها أن تعمل وهي بدورة توصلة للكوميتي الثاني، اللجنة الثالثة الصغيرة، لجنة المجتمع. في لجنة يرأس رئيس المجموعة بيكون هو التيم ليدر بتاع الزراعة، فيها ممثل للمراعي، فيها ممثل لمجموعات النساء. ده تصل معلومة بسيطة جدا في اجتماعات أو باتصال مباشر، لأنه ما كل ناس المجتمع ما كلهم ممكن يتحصلوا على الموبايل. نعم. لكن الآلية إنه اتصال مباشر من اللجنة على مستوى الولاية مع اللجنة على مستوى المجتمع. نعم. وبالتالي يعني تسهل هذه تصل المعلومة وعملية إيصالها. هي أصلا بتصل اللجنة سريع جدا بالآي كلاود، لأنه اللجنة في مستوى الولاية لديها الانترنت، لكن اللجنة دي بتتواصل مباشرة مع لجنة المجتمع. نعم. وبالتالي وأحيانا طبعا هي المجتمعات المحلية دي أيضا يا بروف أحيانا في وسائل أخرى
تقليدية. نعم. غير الوسائل الحديثة التي أدخلتها مثلا الآي كلاود. نعم. بتكون في وسائل أخرى تقليدية يعني تصل المعلومة خاصة للذين يعني يعملون في مجال الزراعة أو في مجال الرعي أو في مجال التربية وهكذا. وفي مردود منهم. نعم. يصل للجنة ويصل بعدين برضو للآي كلاود. صحيح. يعني حتى ولو يعني دكتور الطيب إذا استطعنا أن نقول إنه والله الآي كلاود لا تستطيع أن توزع أجهزة لكافة المناطق المختلفة بالنظر إلى أن المشروع إذا توسع من 6 ولايات إلى ولايات أخرى معنى ذلك أنه الأعداد حتكون ضخمة جدا والمشروع قد لا يستطيع أنه يملك موبايل لكل راعي أو موبايل لكل مزارع أو موبايل لكل شخص مستهدف في أي قطاع من القطاعات المختلفة. لكن دعنا نقول ما هي الآليات التي اعتمدها المشروع الآن واستحدثها في إيصال هذه المعلومات للمستهدفين من الذين تأثروا بظواهر التغيرات المناخية. للحديث عن الآليات والوسائل. الآليات والوسائل في البدء لا يعني يجب انك انت تحدد الطريقة المثلى لإرسال هذه المعلومات والحصول عليها. بمعنى في معلومات في المركز يفترض ان توزع الى صغار المزارعين والرعاة، فإذا نوع هذه البيانات والمعلومات يجب أن تكون معلومات بسيطة مكتوبة بلغة بسيطة غير معقدة واضحة وسليمة، وأهم ما فيها إنها تكون في الزمن والوقت المناسب. اللي بتولى عملية التبسيط يعني إذا كان أنا جاتني معلومات مثلا من المحطات الرصد الأوتوماتيكي أو جاتني من الوحدات الإنذار المبكر أو معلومات أنا استقيتها من خارج السودان من لا. جهات مختلفة لي علاقة هل بتصيغ الهيئة هنا في المركز في الخرطوم والله يمكن تترك صياغتها لمركز الولاية؟ كل الجهات دي هم شركاء في شركاء عملية يعني توصيل البيانات والمعلومات بالشكل المطلوب والسليم والصحيح. وأيضا في معلومات بيجينا من الحقل للوزارات والمؤسسات المعنية. فمثلا انت للحصول على معدل الأمطار لازم يكون عندك محطات أوتوماتيكية موجودة وعندك قراءات للأمطار موجودة. ففي أشخاص مسؤولين عن عملية إيصال هذه البيانات والمعلومات. هذه البيانات ترسل إلى سحابة المعلومات بشكل سلس وشكل سهل ومبسط ما بكون فيها مشكلة. لكن في نقطة مهمة جدا المشروع يهدف إلى إيصال وتطبيق فكرة التأمين المعياري كواحد من الأشياء المهمة جدا في التأمين من خلال مؤشرات الطقس والمناخ، بحيث إنك أنت تعتمد بشكل كبير جدا على التغيرات المناخية الحادثة من حولنا، إذا كانت زيادة في معدل الأمطار، زيادة في درجات الحرارة أو نقصان في معدلات الأمطار من خلال الجفاف والأشياء الأخرى اللي بتأثر تأثير مباشر على الزراعة والرعي. فالمشروع يعني حقق يعني مكاسب كثيرة جدا من خلال التجربة ومن خلال جمع هذه البيانات كلها مع بعض البعض. في السابق التأمين الزراعي ما كان بيعتمد بشكل كبير جدا على معدل الأمطار. نعم. بمعنى انه كانت توجد محطة ارصاد واحدة مثلا في الولاية المعنية وعمليا هذه القراءة للمحطة ما بتحكس التوزيع المكاني. فاذا بنرجع ونقول انه عملية الحصول على البيانات من ناحية مكانية هي المعيار الحقيقي لمدى تأثر المزارع أو الراعي بالتغيرات المناخية. فلا يمكن أن أعتمد على محطة واحدة وأنا بنهاية المشروع أقوم بعملية التعويض للمزارع أو عدمه. فالمشروع كان هناك في منهجية علمية سليمة تماما إنه وزع هذه المحطات توزيع سليم بالحصول على البيانات الأخرى وعمل تكامل من خلال ما يعرف بالويزر اندكس انشورنس. فهذه
هذا التأمين على المؤشرات الطقس. التأمين على مؤشرات الطقس. والتأمين على مؤشرات الطقس بيعتمد بشكل كبير جدا على البيانات اللي هي بتحصل عليها. نعم. ممتاز. طيب فيما يتعلق بروف آمنة بالتجربة نفسها الآن. لنقل ما هي العقبات طالما إنه هذه تجربة ناجحة استطاع المشروع أن يستفيد من إما هو موجود في هيئة الاستشعار عن بعد وكذلك المحطات المختلفة التي أسهم المشروع في إيجادها حتى الموضوع البصمة الطيفية وكذلك طائرات الدرون كما أشار دكتور الطيب في مقدمة هذه الحلقة. إلى أي مدى نستطيع يا دكتورة إنه الآن نستطيع أن نوسع في هذه المعلومات بمعالجة العقبات التي تعترض التجربة؟ حقيقة التجربة ممتازة ولكن ما زالت في بداياتها. يعني حقيقة أي تجربة بالذات في مجال الإنذار المبكر يعني المنتج إذا لم يطمئن الشخص يعني لفترة قريبة كان أغلب السكان في السودان لا يثقون في في التوقعات ولكن بعد أن أصبح العمل بصورة مكثفة وبمحطات كثيرة تجود العمل وأصبحت هناك ثقة. طب لأنه في أصبحت في منهجية علمية. نعم في هذا المشروع توجد منهجية علمية لكن يجب أن تكرر التجربة. هذه تجربة جديدة طبقت في العام 2017 18 وهذا هو العام 2019. بعض التجارب لم تكتمل في 2017 جزئية. 2018 بدأت فالمنتج يحتاج إلى تكرار وإلى تكامل. ما زلنا وتغييم. فالتكامل ما زال تحت التجربة. يعني في اتفاق كامل بين الأربع مؤسسات الرئيسة الأرصاد الجوية هيئة الاستشعار عن بعد الموارد المائية والزراعة إنه يخرج منتج واحد. هذا لحد اللحظة لم يحصل إنما منتجات مختلفة لكنها مفيدة جدا. ليه ما حصل يا دكتورة؟ ما في تنسيق والله؟ لا 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 التنسيق موجود. طيب. لكن الأشياء ما بدت كلها في نفس التوقيت. حقيقة بعض الأشياء بعض التجارب وبعض المعدات والأجهزة تم توفيرها في مرحلة لاحقة. وبالتالي لكي تتكامل كل الأشياء أفتكر في هذا العام كلها ممكن أن تخرج منتج واحد متكامل. وهذا واحد من التحديات إنه يجب أن يكرر. طيب نحن في قبل أن يتبقى لنا دقائق قليلة وأود هنا أن أركز على تجربة المشروع يا دكتور، مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ يتعلق بسحابة المعلومات نفسها. كيف تسمي لنا العقبات التي تعترض التجربة وما الذي تحتاجه التجربة لمزيد من التجويد باختصار؟ التجربة بالتأكيد تجربة ناجحة جدا ومن خلال المشروع ده نحن قدرنا حققنا نجاحات كثيرة جدا وأسسنا لمفاهيم كبيرة جدا فيما يعرف بمفهوم تشاركية وتبادل المعلومات. ده واحد من العقبات الأساسية التي تعوق التنمية في السودان اللي هي مشاركة المعلومة المعرفة. بين الشركاء. نعم. فكلما كان التبادل وتشاركية هذه البيانات متاحة كلما كان هناك الأشياء تمشي بصورة سليمة وتمشي بصورة. طيب ما الذي تحتاجه سحابة المعلومات الآن لمزيد من التطوير؟ ما تحتاج لأي شيء، تحتاج لإرادة والمؤسسات تكون عندها رغبة حقيقية في إنها المعلومات وبياناتها تكون متاحة للمؤسسات الأخرى. فمثلا معلومات وزارة الزراعة تحتاج لها معلومات في المراعي والعلف وتحتاج لها المعلومات في الثروة الحيوانية. نعم. ومعلومات الموارد المائية والإرصاد. فإذا لم يحصل تبادل لهذه البيانات مع بعضها البعض هنا تكون يعني تجربة نعتز بها ونفخر
نعم. إن شاء الله. تجربة نعتز بها يا بروف. نعتز بها ونتمنى أن تعمم نعم. في هذا السودان الواسع. نعم. حاليا تغطي 6 ولايات فقط. نعم. نتمنى أن تعمم على بقية وتوليها الدولة رعاية واهتمام لأهميتها. نعم. إن شاء الله. إذن أنا سعيد جدا في ختام هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن سحابة المعلومات من خبراء مختصين في هذا المجال في إطار تجربة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. أشكر جدا بروفيسور آمنة أحمد حامد الخبير في مجال الاستشعار عن بعد وكذلك الإنذار المبكر، شكرا جزيلا على الحضور والمشاركة معنا هذا المساء. كما أشكر كذلك الدكتور الطيب سعيد غناوة الخبير في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. نرجو أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله ونشترك في تقييم التجربة بإمكانات الله ونتائجها إن شاء الله. لك الشكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذن شكرا لكم مشاهدي الأعزاء على طيب المتابعة في هذه الحلقة من لقاءات التي تحدثنا فيها عن سحابة المعلومات كمصطلح جديد أدخله مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. تحية الفريق العامل وتحياتي، ترقبونا الأسبوع المقبل بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا.